السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة نات كرياسيون أغي كويزين. اليوم جبت لكم الوصفة ديال واحد الحلوة، بما أن مناسبة العيد قربت إن شاء الله. حلوة العيد اللي ما كتاخدش الوقت بزاف وما كتاخدش مواد كثيرة وسهلة في التحضير، يمكن لكم تحضروها بسرعة نهار بنهارو أو الليلة ديال اللي غادي تقدموها للضيوف ديالكم أو لوليداتكم. إذا غادي ندوزو نعطيكم المقادير ديال هاد الحلوة. وقبل ما نعطيكم المقادير، كنتمنى ان اللي ما عمرهم زاروا القناه ديالي ما فيها باس يدعمونا بالجرس الاحمر، يبركوا على الجرس الاحمر باش يتابوناو في لاشين ديالي وباش يبدا يوصلكم الجديد. وما تنساونيش كذلك بلايكات ديالكم وشكرا. اذا ندوزو نعطيكم المقادير ديال هاد الحلوه هادي. اذا البنات غندوزو المقادير ديال هاد الحلوه هادي. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكاوكاو اللي كنشريوه مقشر ناضي محمر، كنحمروه نتوما كتشوفوا، كنحمروه في الفران. عندنا 200 غرام الكاوكاو، عندنا 150 غرام ديال الزنجلان اللي مغسول ومنقي ومحمر حتى هو، وعندنا 50 غرام ديال الكوك. الكوك حتى هو ما حمرناش، الكوك غادي نطحنوه بلا ما نحمروه. وعندنا معلقه ديال العسل باش غنخلطوا هاد العناصر هادي. وبالنسبه للعسل اللي بغى يبدلها بالكراميل يمكن يبدلها بنسلي كراميل، يدير معلقه نفس القياس معلقه. غير هاد المواد هادي غادي نطحنوها دابا، وغادي نطحنوها مزيان، خصنا ضروري نطحنوها مزيان حتى تبغي تطلق داك الزيت اللي فيها، هذيك الدم ديالها به غادي نجمعو، لان يعني حنا غنزيدو لها غير معلقه وحده ديال العسل، ما نزيدوش شي حاجه اخرى. وهنا عندنا الشوكولا نوار والشوكولا بلون. اذا هاد الشوكولا نوار ما درتلهاش العبار بصراحه، بلا عبار، لان غندوبوها في بان ماغي. وحنا وشحال هزتنا على حسب شحال غادي يهزلوا لنا هاد الحرابل ديال هاد الصبيعات هادو ديال الكاوكاو. وعندنا لو شوكولا بلون اللي غادي نكاسو به لا كولور، غنديروا واحد جوج ولا ثلاثه الضامات من هنا باش نهرسوا اللون باش ما يجيناش غامق، وغادي ندوبوا عاوتاني شويه الشوكولا بلون باش نزوقوا في الاخر. اذا غادي ندوز نطحن انا المواد اللي عندي ونرجع عندكم. اذا البنات انتما كتشوفوا هذا كاوكاو هنا طحنتو، شتي كنطحنوه حتى كيولي بحال العجينه داير باش كيساعدنا على الجميع، حيت ما غنكثروش فيه لا يدام غنديرو له حتى حاجه. ديجا لي غير يدام ديالو هو راه كافي. هانتوما كتشوفوا انا طحنتو مزيان. اذا دابا غادي ندوز نطحن الجنجلان حتى هو ونكمل معكم ان شاء الله. اذا هنا الجنجلان حتى هو طحنتو كيف كتشوفوا، ها هو حتى هو ولا ضروري كنأكد ونعود ان خصنا نطحنوا العناصر ديالنا مزيان باش يطلقوا لنا الزيوت اللي فيهم، حيت باليدام ديالهم باش غنجمعوا هاد لي سيغار. يلا غادي نطحن الكوك دابا عاوتاني حتى هو ونرجع عندكم. اذا حنا طحنا حتى الكوك ديالنا وخلطنا العناصر ديالنا بثلاثه، 200 غرام ديال الكاوكاو، 150 غرام ديال الزنجلان، و50 غرام ديال الكوك. كلشي هادشي محمر ونطحن، الا الكوك راني ما حمرتوش طحنته غير هكذاك. دابا سمحوا لي غنخدم يديا وغادي ندير واحد قبيسه د الملحه كيف تيقولوا، غير نسيمه د الملحه وصافي. دابا غادي نخوي داك العسل اللي قلت، داك المعلقه د العسل اللي عندي غنخويها وغنجمع الخليط ديالي. غادي نجمع بيدي باش يبان لي القوام ديال الخليط ديالنا واش كيف بغيناه. إذن حنا جمعنا الخليط ديالنا، شوفوا واش غادي يتجمع، باش الا كان ناقص يدام او ناقص نزيدو عاوتاني، نزيدو شويه العسل وصافي. دونك ها هو غادي يصوب لنا مزيان. إذن غادي نقسمو وغادي ندير حراب طوال، غادي نضف طاولة العمل ديالي ديجا راني مسحتها. شني بحال شاحت شويش، يمكن غنزيدو شويه العسل. مازال خصني نزيدو انا شويه العسل، دونك غنزيد واحد المعلقه ديال العسل او نص معلقه ديال العسل باش نجمع الخليط ديالي مزيان، ما يبقاليش هكذا كيتفرتت. ونرجع معكم.
اذا انتما كتشوفوا دابا هو قبط القوام ديالو مزيان، غادي نديرهم مرقق شويش ما نديرهمش غلاط، حيت عاد غنديروا لهم لو شوكولا من الفوق باش ما يجيوناش غلاط. هانتوما كتشوفوا السمك ديالهم هكذا ما غيكونوش غلاط، كيف كتشوفوا راه مرقق ما غلطش. غادي نجيب واحد البلا اللي غادي ندخل الثلاجه وغنحط، غنهز داك لو سيجار لي صوب داك لو بودان وغنحطو في الصينيه باش من بعد غادي ندخلو المجمد وغنحاول نقادو قبل ما نحطو باش يبقى قابط لي لافورم ديالو. وغادي نستمر هكذا حتى نكمل الخليط اللي عندي كله ونرجع معكم. اذا حنا كملنا لي سيجار ديالنا كاملين، الحليبات ديالنا كاملين، دابا غندوزهم نديرهم في البراد في الثلاجه يبردوا يقبطوا راسهم على ما نذوبوا لو شوكولا في حمام مريم. غندير لو شوكولا نواغ في الذوب وغادي نزيد معها جوج دامات ديال الشوكولا البيضاء وغادي نرجع عندكم عاوتاني. اذا حنا حطينا الشوكولا ديالنا فوق حمام مريم على ما تذوب مزيان كيف شتي، وانا زدتها واحد الثلاثة ديال الطريفات ديال الشوكولا بلون باش نهرس اللون ما يبقاش اللون ديال الشكلاط غامق بزاف. ومن بعد غادي نخلطوا كلشي ملي غادي يسخن هادشي ويذوب غنخلطوا كله وغادي نشوفوا الطريقه باش غادي نصبوه على الحريبلات ديالنا وكيفاش غادي نديروا لهم لا ديكوراسيون. خليكم معايا حتى التالي ديال الفيديو باش تشوفوا النتيجه التاليه ان شاء الله كيف دايره. اذا حنا خرجنا لو شوكولا ديالنا من البان ماري، هو داك كيف كتشوفوه دايب مزيان، القوام ديالو مزيان. غادي نبداو دابا غير بالفرشات وغنبداو ندهنو لي سيجار ديالنا. نتوما كتشوفو غنحاولو نديرو طبقة شوية سميكة فيبس حيت غادي يبس، وغنعاود تاني نعاودلو الدورة التانية. هانتوما كتشوفو غنمشيو على هاد الطريقة هادي كلهم لي سيجار ديالنا غندوزوهم وزولهم الجنيبات ديالهم، خصنا كلشي يكون مغطي. نبقاو هكذا غاديين وحنا كنغطيو حتى نكملو كلشي. إذا حنا دهنا لي سيجار ديالنا كاملين، دابا غندخلوهم التلاجة عاوتاني دوزيام فوا يبردو يقبطو راسهم يقبطو الشكلاط راسهم مزيان. راني كل وحدة درت لها الشكلاط جوج نوبات باش كتجي الطبقة ديال الشوكولا كتجي شوية غليظة وبانية باينة باردو. ملي غادي نخرجو من بعد ما يقبط راسو مزيان غنخرجو غنزوقو بلو شوكولا بلون وغادي نوريكم النتيجة النهائية إن شاء الله. إذا غادي نمشيو هكذا على هاد الشكل كيف بديت أنا ديجا ونزوقو من البودان ديالنا. كيف كتشوفو هذا هو لو ريزولتا فينال، هادي هي النتيجة التالية ديال الحلوة ديالنا. ها هي دي كتجي روعة 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 هائلة ولذيذة تتقطع باللذة، المكونات ديالها كاملين لذاذ وزوينين. وكنتمنى انكم تجربوها كيف قلت لكم في الاول، كنتمنى انكم تجربوها ومرحبا بكم من جديد.